مرحبا حلوين، كيفكم؟ اليوم جينا لكم فيديو جديد. اليوم فيديو راح يكون عن قصة البنت الحائلة في أمها المريضة. طبعا قبل ما نبلش بالفيديو لا تنسوا تعطونا لايك كبير وشير لكل حد بتعرفه، وكمان لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتتابعوا بنشر حملة هاشتاج حملة توصيل قصة الألعاب لل 15000 مشترك، لأنه قربنا كتير 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 كتير. ويلا نبلش بالفيديو. أنا أحبك يا أمي كثيرا، وأنا يا ابني أحبك كثيرا، تعالي أغذغذغك. وبعد مروري 10 سنوات أمي لقد أحضرت عصيرا لك وليلي حتى نشرب. لذيذ جدا ابنتي. ماذا يا أمي؟ لقد كبرت جدا. وما يعني هذا الكلام؟ أنا أشعر في ضيق في التنفس. حسنا فلنذهب إلى المشفى. لا لا إنه سوف ينحل، كله ضيق في التنفس قليلا. لا يا أمي يجب الآن فلنذهب إلى المشفى. أمي الآن يجب ذلك، كله ذلك الآن يجب ذلك. حسنا تعالي بأمي سأطلع لك الملابس. حسن يا أمي أنا سأرتدي هذا وأنت ارتدي هذا. حسن يا ابنتي هيا يا أمي فلنذهب. اجلسي يا أمي هنا. حسن هيا سأتصل بالسيارة. نعم الباب. حسن إنها في الخارج. هيا يا ابنتي هيا يا أمي فلنذهب. هيا يا ابنتي بسرعة. هيا أمي اركبي هنا. أنا المشفى. هي بسرعة 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 أرجوك. ها هي المشفى. هي تعال يا أمي هي يا ابنتي هي. أهلا وسهلا تفضلوا، ماذا تريدون؟ أمي تشعر بضيق في التنفس. اذهبوا حالا إلى تلك الغرفة التي في نهاية هذا الشارع. حسنا هي بسرعة يا أمي هي فلننتظر دورنا. التالي. ماذا هناك؟ أرجوك أمي تشعر في ضيق في التنفس. نعم هذا صحيح. أرجوك تعالي التدي هذا ونامي هنا. حسنا أرجوك قفي هنا. حسنا لنلا قلبك. إن دقات قلبك إنها تمام، لكن تنفسك إن قلبك يدق. أنا حائر بما أقول لك. إن رئتان الخاصة بك فيهم مشكلة. ماذا؟ رئتان أيضا؟ عندها مشكلة في التنفس. ماذا تفعلها؟ يجب أن أركب لها التنفس الاصطناعي فورا. أصبح الآن أفضل. وماذا هل ستموت أمي؟ لا أمي لن تموت. وماذا سيحدث لها؟ لا تخافي سوف نبقي هذه معها، لكن ستبقى تضعها هنا. وما الحل؟ لا يوجد طريقة أخرى غير وضع هذه. نعم يوجد طريقة أخرى، عمل عملية لها. عملية؟ نعم هذا صحيح. كم تكلف؟ للأسف تكلف الكثير. كم؟ قل لي أرجوك كم تحتاج لحد كم تحتاج؟ سأقول لك 7 ملايين. ماذا؟ 7 ملايين؟ ولكن من أين نحضر 7 ملايين؟ من أين؟ لا أعرف. قلل لنا في الثمن قليلا أرجوك. حسنا حتى صحة أمك تصبح الحمد لله. سوف أنقصها لك 6 ملايين و500 ألف.
الفقرة حسنا. أشكرك لكن أيضا من أين أحضر لها 6,500,000 ماذا تفعلين؟ لا شيء. سوف نبقي أمك هنا في المشفى. في المشفى؟ نعم حسنا نستذهب إلى المنزل، سأحاول أن أجبر لها نقود لعمل العملية هذه. حسنا إلى اللقاء. إلى اللقاء. أرجوك احمي أمي من أي شيء، سأحاول. حسنا أنا سأذهب، إنها مسكينة. لكن من أين لي بالأحضر 6,500,000؟ من أين؟ ماذا سأفعل؟ سأخرج. ماذا أفعل يا إلهي؟ من أين لي؟ سأحاول أن أقول للجيران لأرى ماذا كم يوجد معنا في المنزل. آمل أن يكون معنا. سأذهب إلى غرفتي لأرى كم يوجد معي من المال أعطيه لأمي. آمل أن يكون يوجد هنا نقود لأرى كم. نعم إنها فقط 100,000. ماذا أفعل بكم؟ ماذا نفعل حتى نحضر معنا 7,000 دولار؟ سأذهب لغرفة أمي، أمل أن يكون معهم. لن أيأس. يا رب لأعدهم. أمي معها 500,000 ولا 100,000، 600,000. يا ليتهم كانوا بدل 3 مليون نقود. 600,000. ماذا أفعل؟ حسنا سوف أبقيهم في الخزانة ولا أريد أن يأخذهم أحد. أمل ذلك سوف أحاول أن أجمع التبرعات من الجيران وكل من هم حولنا. سأذهب، سأفعل بما وسعي لأنقذ أمي من الخطر. سأذهب إلى المنزل المجاور لنا، أمل أن يكون عندهم. إنه مضحك جدا. ترى من يشق الباب علينا في هذا الوقت؟ لنرى. إنك جرتنا، كيف حالك؟ أنا لست بخير. لماذا؟ أريد أن أقول معك لك أن أمي عندها ضيق في التنفس، إن رئتها فيهم مشكلة. ماذا؟ أمك أنت؟ إنها صديقة عمري من الطفولة. نعم وحتى نعمل لها عملية تحتاج إلى 7,500,000 قرش. ما لكن من أين لك من كل هذا؟ أنا وأمي نحمل 600,000. حسنا سأحاول أن أدبر لك. تعال يا زوجي لنرى كم يوجد معي أنا وأنت والأطفال. حسنا يا زوجتي، أمل أن يكون معهم شيئا يساعدنا إلى 1,000,000 فقط. ماذا أفعل؟ أمل أن يجدوا. هذا كل ما أستطيع أن أعطيك إياه. لقد أبقينا 100,000 معنا حتى نستطيع أن نعيش بها. ها هي كم؟ 1,000,000. 1,000,600,000. أصبحنا معنا. أنا أشكركم جدا 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 جدا، لا أستطيع أن أقول لكم مدى فرحي. شكرا لك. سأعطيكم إياهم إن شاء الله بعد العملية. سوف أعمل وسوف أحضر لكم النقود. لا بأس، نحن لا نحتاج. لا سأحاول أن أسدهم لكم. لا تخافي. معك الله. حسنا سأذهب إلى اللقاء. إلى اللقاء. شكرا لكم جزيلا، لن أنسى معرفكم معي. إلى اللقاء. إن هذا كثير جدا، مبلغ 6,000,000. أنا لا أصدق. 1,000,000. لا أصدق، لا أصدق. إنهم أصبحوا كثيرا جدا جدا جدا. سأحاول أن أدفعها لأمي.
نعم إنها فكرة، سوف أدفع له نصف المبلغ الآن. إنها 1,600,000، إنها مليونان. نعم لقد كنت أعد خطأ، إنها كثير جدا، إنه مليونان. يتبقى 4,000,000، سوف أعطي هذا الآن وسوف أعرف كل شيء. ماذا سيحدث؟ نعم سأخذ من الجيران التي في بجانب الأخرى، سأذهب إليهم. نعم. وبعد لم يكن للتبرعات، الحمد لله لقد أصبح معنا 5,000,000. سوف أذهب الآن، سأذهب. شكرا لك يا ربي، شكرا لك. الآن أصبحنا ندفع المبلغ كله، يتبقى فقط 1,000,000، سأدخل وأدفعه، لن أتردد. أنا تذهبين؟ سأذهب إلى أمي. ما بك أنت أخرى؟ لماذا تقفين في وجهي؟ سأذهب. أوه يا إلهي، لقد أحضرت 5,000,000. أين أمي؟ أمك لقد رقلناها على السرير الآخر. نعم أمي لن تموتي، لا تخافي. لكن من أين أحضرتيها؟ لا تسأل الآن، تفضل، ها هي 5,000,000. أرجوك هل يمكن أن تنقص في العدد أكثر؟ لأنه لا يوجد معي النقود الكثيرة. كثيرة، حسنا فقط هذا يكفيني. شكرا لك. عفوا لا تقلقي، سأضعهم هنا الآن. أنا أشكرك جدا لأنك أحضرته وأنت ابنة مثالية فعلا. شكرا لك، ولأن أنتظركم. نعم انتظرنا، سأنقلها على تلك الأخرى لأن هذه لا يوجد فيها ستار. تعالي هنا، هيا سنضع لها حاليا، وهي اقفي في الخارج. حسنا. أمي أنا سعيدة جدا. وبعد إتمام العملية، لقد انتهوا. هيا لقد مرس ساعات طويلة، إنه يوم كامل. هيا بسرعة. الحمد لله لقد تمت العملية وأمك أصبحت تتنفس جيدا. ماذا هذا؟ خبر مفرح جدا. شكرا لك يا رب. شكرا لك أنت أيضا لأنك خفضت لنا في سعر العملية، لأنه كانت كثيرة جدا وغالية أيضا. لا تخاف، إنها كلها بفضل الله ثم فضلي. سأرى. حسنا أمي. لقد اشتقت لك. الحمد لله لقد رجعت لك صحتك، لكن من أين ابنتي؟ لك كل تلك النقود، إنها تبرعات، قد أعطون إياها المسجد. وأيضا لا تنسي جيراننا الأحباء الذين يحبونك جدا، لقد قالوا لي أنهم سوف يعطونك تلك النقود. نعم يا ابنتي العزيزة، أنا أحبك جدا. وأنا متى يمكن أن نخرجها من تلك المشفى؟ تحتاج إلى يومان فقط لنتأكد من صحتها. نعم. شكرا لك يا أمي، ستكونين أما مثالية لأبنائك. نعم يا أمي، نعم هذا صحيح. بس هيك حلوانك وصلنا لهاية الحلقة، بتمنى تكونوا استمتعتوا وحبيتوها. إذا حبيتوها لا تنسوا تعطونا لايك كبير وشير لكل حد تعرفه، ولا تنسوا تكملوا تواصلوا في نشر هاشتاج حملة توصل قصة الألعاب لـ 15,000 مشترك، لأنه قربنا كتير. فأتمنى القصة عجبتكم، اقترحوا علي قصص بالكومنتات. وصح لا تنسوا إني راح أعملكم روتين كتير المسائي لأنه كتير طلبوا مني. يلا باي.